خبريني كيف خلق رجع الكاركتير، على شو اتفقتوا، وهالشمية نبرة الصوت، يعني هالقد هي انت مش مسترجلة، بس انه نبرة صوتك عريضة كتير، يعني ايه صح كيف هلا صح في هاي شغله ما بينتبهوا لها يعني بعض الممثلين، انه كثير مرات الكاركتير بدك تشتغلي على صوتك، اذا مره عم تستعمل انوثتها فضروري تحكي بعرفتي في بحه في نعومه في كذا. هلا اذا كان في وحده بدها تكون عم مش طايقه حالها ومش طايقه الدنيا يعني، فدغري لازم بتحسي بيطلع الصوت العريض. مشان هيك مساحة الدور ضروري الممثل أول ما يبلش تمثيل يشتغل على مساحة صوته، قديش في رفعه وسط على التون الباس العريض يعني، لأنه هاي كتير بتساعده بالشخصيات. يعني بتلاقي مرات إنه هيدا مش عم بيحسسني إنه قوي، مش عم بيحسسني إنه قبضاي، بيبقى صوته صغير يعني، بيبقى صوته ناعي ما بيعطيكي هاي الباور يعني، والعكس صحيح يعني. هلا الباقي الشخصية كان فيليب مصر على على التوليل يعني، انا قلت له انه هي انا ما بدي اعمل ميك اب، بس التوليل لشو؟ انه لشو بدك التوليل؟ قال لي انه انا هو بحب التوليل، ليه ما بعرف يعني، هاي بدكم تسالوا فيليب مكبر يعني. لك اياها فيليب كثير. ايه هلا الشعر قلنا بنربطه، بس انا اصريت انه يكون شعري جعدي، لانه اذا كان ليس و هيك مرخرخ وجهك حسيت ما بيعطي ما بحس الشعر اساوي المجعد، ايه بيعطي قساوة وبيعطي هيك حياتها مكفشلة مثل شعراتها يعني. فأصريت أنا على الشعر المجعد، وهو أصر إنه تبقى الكعكة على فرد ميلي، مش إنه الكعكة مزبوطة بالنص، إنه كل مرة يجي ويلوق لي إياها هيك، إنه بده إياها مثل كأنه على السريع شكتها يعني، شكة ورافعة شعراتي يعني. مشان هيك كان في بتحسيها، في ناس فكروا حاطه بيروك، هو ابدا مش حاطه بيروك، هذا شعري. والتلو لي هلكتني يعني، وخاصه بعد بريك الغداء ياما مثلا وقعت مرتين. مره وقعت صرنا تلولي عرفتي انه ماشي بتعملي بانيك، انه رحت التلولي وبتقعدي ضوي وفتشي بهالمنطقه، المنطقه شعبيه كتير، وين بدك تلاقي تلولي؟ مش رح بيقف تلاقيها لشان التصوير. هون ملزقه. ايه طبعا، وحكيتها قبل يعني انه نام، صرت نام كل وقت مهوتسه بالتلوله، انه كل شيء يعني في اعمل هيك انه لا، او كل الوقت ضل التلوله انه دخيلكم التلوله ما توقع. هلا التلولي وين؟ لازم كنت تاخديها ذكرى. ما هيك ما انتبهت، ايه كان لازم عن جد بروزها. شو أصعب دور كان أو أصعب مشهد عملتيه ب 2020، أو إذا بدك شو أصعب شيء كنت عم تعانيه بالمسلسل كله؟ أصعب شيء كنت عم بعانيه هلا إذا بدك غير التلولة يعني، هاي كانت من القصص اللي موترتني كل الوقت، لأنه بدي ضلني مركزة عليها ما توقع، لأنه ما في ينعمل مثلها يعني، ينعمل بالسيليكون تنعمل نفس الحجم ونفس الكبر، صحيح. فهيدي كانت ملبكت لي حياتي التلولة. وكان عندك مشاهد كتير قاسية، يعني تدفشي وتزيحي وترقدي. ايه طبعا طبعا. هلا اذا بدك في مشهد بس اعلق مع هاي المرة وخبت، وهيدا جرحت اصبعي، نزل دم منيح من اصبعي، انا عم شبق ما بعرف شو جرحت اصبعي فيها، اذا انتبهتي في مشهد عين هيك يون ايه هي قلتها شفتها كمان، هي ببقى عم مص الدمات وكملت حوار يعني. حبيبتي. ايه هيدا هيك مشهد اخذ طاقة مني، لانه الممثلة اللي بوجهي منا ممثلة يعني، انه بالاخير من الادوار السنويه اللي لعبتها، بس لعبته حلو، فما كانت عم بتسلم صح لاعطي صح لنطلع بالمشكل، فعدني كذا مره، هيدا تعبني اذا بدك هيدا المشهد. المشهد الثاني الحريق، كنت كثير خايفه حريق الشادر، لانه انعمل الحريق وصار الحريق صح ووقع، وكان في كابلات كهرباء، صرت خيفانه ما يصير ماس كهرباء ويوقع شيء وناس عم تمرق وعم بيوقع كتل نار يعني، فكان في حالة رعب طبعا، غير البرد والشوب بنفس الوقت مع تياب يعني، كنزة لبست كنزات كتير، كان كتير برد، اجت الصيفية كنت عم بفطس.